بعد اجازه كبيره جدا والفرق خلاص خلصت الموسم وكمان بدات موسم التحضير، فخلاص قررنا ان احنا نرجع من جديد ننزل حلقات على الشانل، ومفيش افضل من اننا نرجع على الدوري الانجليزي واننا نتكلم عن الدوري الانجليزي زي ما انا كاتب في العنوان وكاتب في الثامنيل: من ينافس مانشستر سيتي؟ هل هو تشيلسي اللي فور فريقه، ولا مانشستر يونايتد اللي عنده بعض البطء في الميركاتو، ولا ارسنال الفريق اللي دعم بشكل كويس، ولا ليفربول اللي جاي من بعيد، ولا توتنهام، ولا نيوكاسل، ولا مين ولا مين ولا مين؟ هنتكلم في حلقه النهارده عن التوب 6 في الدوري الانجليزي ومين قادر على منافسه مانشستر سيتي. هنتكلم في كل حاجه عن الفرق في حلقه النهارده. وقبل ما تخش في اي حاجه انزل اعمل لايك، ولو مره تشوفني اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان الحلقات اللي جايه تجي لك اول ما تنزل على طول. ويلا بينا نخش في الحلقه. حطني رقم واحد في القصير. اهلا بك يا وجيه في حلقه جديده من برنامج القهوه، وبعد غياب طويل بجد وحشتوني قوي، وحشني الكلام في الكوره، وحشني تصوير، وحشني المونتاج، وحشني كل حاجه وكل حاجه كل حاجه وحشتني. فتعالوا بقى نتكلم واحده واحده عن الدوري الانجليزي وعن التوب 6 وازاي هيقدروا ينافسوا مانشستر سيتي. تعالوا نبدأ من تحت لحد فوق، يعني من الفريق الأضعف للمنافسة للفريق اللي ينافس بشراسة. خلونا نبدأ بتوتنهام. وتوتنهام بصراحة ما عندهمش كلام كتير. توتنهام ما دعمش أصلا بشكل ملحوظ، ما جابش غير ماديسون بس في نص الملعب، لا ده كمان في لعيبة تخرج من عنده في الفريق زي هاري كين الأبرز والأقوى في هذا الميركاتو، اللاعب اللي خلاص قرر إنه يمشي من توتنهام، وفي أخبار بتقول راح باريس، وفي أخبار بتقول إنه رايح بايرن ميونخ، بس بالنسبة كبيرة انه مش رايح باريس سان جيرمان، وهو انه رايح بايرن. وكمان بايرن التصريحات الرئيس الشرفي للنادي وتصريحات الإدارة وكل الكلام ده بيقولوا ان هم بيقربوا شوية من هاري كين، ولكن هاري كين او بايرن عايز يشتري بسعر وتوتنهام عايز سعر تاني، فلسه الخلاف على الاسعار. ولكن بنسبة كبيرة الصيف ده ممكن نشوف هاري كين في بايرن ميونخ بالتيشيرت الحمراء، او ممكن تحصل بقى حاجه كبيره ونلاقي هاري كين في مانشستر يونايتد، بس بكل تاكيد هاري كين خارج توتنهام الصيف ده. وتوتنهام بالمدرب الجديد بالاستراتيجيه الجديده باللاعبين اللي نوعا ما نص لبه وفيهم كام لاعب بس اللي عليهم الرمق، فبكل تاكيد من المستحيل نشوف توتنهام بينافس على الدوري. هنفضل برضو في لندن ولا كهرباء للجار، وهو تشيلسي. تشيلسي الموسم ده عمل تفويرة كبيرة جدا 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 في الفريق، لك ان تتخيل ان الفريق اللي لعب فاينل تشامبيونز ليج وقدر يفوز بيه من مانشستر سيتي من سنتين دلوقتي بس ما فيش منه غير خمس لعيبة بس، مش بكلمك على التشكيلة الأساسية، لا على السكواد كله، الفريق كله اتباع، ما بقاش غير خمس لعيبه: ريس جيمس وتشيلويل وتياجو سيلفا وكيبا وحكيم زياش اللي بنسبه كبيره برضو خارج الصيف ده من تشيلسي. وتشيلسي مشى ناس كتير قوي، حتى الناس اللي جابها السنه اللي فاتت في ناس كتير جدا مشيت منها، والسنه اللي فاتت تشيلسي جاب فريق تاني، يعني تشيلسي جاب فريق تاني. حتى تياجو سيلفا طلع في تصريحات وقال لك: انا اول مره في حياتي الاقي فريق عنده اوتين لبس. فريق كان التشيلسي السنه اللي فاتت كان عنده 42 لاعب، فبالتالي الفريق ابتدى اللي هو عايز يخفف الحمل على المدرب، مفيش مدرب يقدر يطور من 42 لاعب، او مفيش مدرب يقدر يرضي 42 لاعب، فبكل تاكيد موريسيو بوتشيتينو حب ان هو يخفف الحمل ده، فابتدى يفور وابتدى يمشي 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 يمشي. وفي نفس الوقت ما جابش صفقات، ما جابش غير جاكسون المهاجم اللي جابه من فيا ريال، ونكونكو اللي خلصان اصلا من يناير، فنكونكو وجاكسون بس، مع رجوع كمان كيلويل من برايتون. كيلويل اللي عمل موسم خرافي مع برايتون، وديزيربي وبرايتون هيموتوا عليه، وصلوا ان هم عايزين يدفعوا 50 مليون استرليني لتشيلسي، لكن تشيلسي رافض تماما بيع كيلويل، وبنسبه كبيره هياخد دور كبير مع بوتشيتينو. ولو خد دور كبير مع بوتشيتينو في دفاع تشيلسي، انا اضمن لكم ان كيلويل هيعمل موسم كبير وهينقل دفاع تشيلسي لمنطقه ثانيه. طب كيلويل جه وكل بالي مشيته، ما عندكش غير تياجو سيلفا، وفوفانا اللي انت حطيت عليه امل كبير جاله قطع في الرباط الصليبي الامامي في البري سيزون، وبنسبه كبيره مش هيرجع لك غير في يناير، فبالتالي انت كده محتاج مدافع كمان، محتاج مدافع، محتاج لاعب نص ملعب، محتاج مهاجم صريح، لان كونكو مش مهاجم، محتاج ونجات. فبالتالي تشيلسي لسه بعيد، لسه محتاج تحضير، لسه محتاج فريق، لسه محتاج لاعبين، لسه محتاج تدعيمات، وبوتشيتينو محتاج ان هو بس ياخد وقته،
ادي بوتشيتينو وقته هتلاقي الدنيا جميله ولذيذه جدا، وهتلاقي تشيلسي قادر على العوده وقادر على المنافسه، ولكن مش منافسه على الدوري، ممكن بينافس على مقعد للتشامبيونز ليج، ولكن بعيد جدا 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 عن الدوري. قلت على توتنهام ان هو من المستحيل، برضو تشيلسي من المستحيل السنه الجايه ينافس على الدوري حتى لو بوتشيتينو كمل الموسم، ولو اني انا خايف من توت بويلي المجنون ده ان بوتشيتينو يتعثر في ماتشين ثلاثه يوم يمشيه وجاي مدرب غيره، ولكن بكل تاكيد تشيلسي السنه دي بعيد كل البعد على منافسه على الدوري. ومن الستانفورد بريدج الى الاولد ترافورد ومانشستر يونايتد وتنهاج. مانشستر يونايتد وتنهاج السنه دي بداوا الميركاتو بتاعهم مش بشراء، ولكن ان هم يتخلصوا من اللاعبين اللي تنهاج مش هيعتمد عليهم السنه الجايه. اول لاعب قرروا ان هم هم خلاص مش هنقدر نكمل معاك، وهو ديفيد ديخيا، لان تنهاج قال وطلب صريحه انا عايز حارس مرمى بيعرف يلعب برجليه الاثنين، فبالتالي وقال لك ان ديخيا مش هيكون معايا ومش هياخد ادوار كبيره الموسم الجاي، فبالتالي ديخيا قرر ان هو يرحل عن الفريق بشكل مجاني وما يجددش عقده، وبالتالي مانشستر يونايتد تحرك مباشره الى اونانا وخلص اونانا وخلاص رسميا اونانا في مانشستر سيتي، وصفقه حلوه جدا اونانا لمانشستر يونايتد، ان اونانا لاعب مميز جدا في حراسه المرمى على الريفلكس والتصديات، ولاعب مبهر على مستوى ان هو يلعب برجله الاثنين بشكل مبهر جدا. ده يا راجل اونانا خلى بيب جوارديولا يغير من طريقه لعبه في الفاينل علشان اونانا، فبالتالي اونانا يعمل ابجريد كبير جدا مع مانشستر يونايتد. الصفقه الثانيه وهو ميسون ماونت. ميسون ماونت جه على نص ملعب موجود فيه كاسيميرو وبرونو فرنانديز وإريكسن، والثلاثي عملوا موسم كبير جدا، ولكن إريكسن كان الحركه الاضعف لنص ملعب مانشستر يونايتد بظل ان هو بدنيا مش افضل شيء وصحيا مش افضل شيء، وان هو كان مختفي من بعد توتنهام وعاد بعد اليورو وبعد التخبطات رجع تاني للنور مع مانشستر يونايتد، فبالتالي كان هو بدنيا مش افضل شيء. ميسون ماونت هو البدنيا اعلى طبعا، بدنيا اعلى علشان هو اصغر سنا، وبالتالي وكمان كان بيلعب بشكل اساسي مع فريق كبير، فبالتالي بدنيا افضل، وكمان قادر ان هو يبقى الاحتكاك واخد عليه ان هو كان بيلعب في فريق كبير زي تشيلسي، فتشيلسي من مانشستر يونايتد، فبالتالي ميسون ماونت هيقدم اضافه كبيره جدا لتنهاج في نص الملعب والادوار اللي يقدر يلعبها، لانه بيقدر يلعب نفس ادوار إريكسن. طب هل مانشستر يونايتد بأونانا وميسون ماونت واللاعبين اللي كانوا موجودين السنه اللي فاتت قادرين على منافسه؟ بالتاكيد لا، لسه مانشستر يونايتد محتاج قلب دفاع، في ظل كمان ان هو عاوز يتخلص من هاري ماجواير بعد ما سحب منه شرط القياده وطلع قال لك ان شرط القياده كانت كارثيه الموسم اللي فات، فبالتالي عايزين مانشستر يونايتد يتخلص من هاري ماجواير، وجاله معارض بالفعل من ويست هام، ولكن المقابل المادي هو اللي عليه لغط، فبالتالي لسه مانشستر يونايتد محتاج باك رايت، محتاج قلب دفاع، محتاج مهاجم، محتاج وينج يمين، محتاج اللاعب كمان اضافه في نص الملعب نمره 6، لان مكتوبناي اكيد مش هيغطي كل البطولات دي سواء دوري او تشامبيونز ليج او اف اي كاب او كاراباو كاب مع كاسيميرو. كاسيميرو ومكتوبناي فرق كبير جدا بين اللاعبين، فبالتالي لسه مانشستر يونايتد عنده تدعيمات ومحتاج تدعيمات كبيره جدا، فبالتالي تنهاج هو يونايتد او اداره يونايتد بطيئه جدا في الصفقات وبطيئه جدا في المفاوضات وبطيئه جدا في تلبيه طلبات تنهاج. ليه؟ لان بنسبه كبيره مانشستر يونايتد هيتباع لقطر، فبالتالي الفريق الجليزرز مش عايزين يصرفوا، خلاص انا كده كده ماشي، فانا هصرف واجيب لاعب ب 70 ولاعب ب 80 ليه؟ انا كده كده ماشي، فهجيب اول خلاص انا هكمل الموسم مثلا، فابتدي اطلع صفقات ابتدي اشتري لاعبين، ولكن بالمجمل اداره يونايتد بطيئه جدا في حوار الصفقات، فبالتالي مانشستر يونايتد هو بعيد عن المنافسه عن الدوري، ولكن مش مستحيله زي تشيلسي وتوتنهام، ولكن من وجهه نظري يونايتد السنه الجايه هيقعد في التوب فور، ولكن بعيد كل البعد على منافسه على الدوري. الريدز ليفربول. ليفربول بعد التفويره اللي حصلت في نص الملعب وباعوا لاعبين كتير جدا واشتروا ماكاليستر وسوبسلاي الاثنين اللي مميزين جدا مع ليفربول، وبالمناسبه بس كل الفرق بتاعت التوب 6 في الدوري الانجليزي هيبقى ليها حلقات خاصه بيها نتكلم بالتفصيل عن الصفقات وعن طريقه اللعب وعن التوقعات وعن كل شيء، في الحلقه دي بس تسخين عقبال ما نبدا في الحلقات اللي جايه. خلينا نرجع ليفربول. ليفربول مع ماكاليستر وسوبسلاي محتاج كمان تدعيمات، في ظل ان الاخبار كلها بتقول ان خلاص هندرسون رايح لجيرارد للاتفاق في السعوديه، وفابينيو خلاص بيخلص مع الاتحاد في برضه السعوديه، فبالتالي ليفربول محتاج اثنين لاعبين في نص الملعب تعويضا لفابينيو وتعويضا هندرسون، وتعمل ديبث في نص الملعب بتاعك بعد ما كنت محتاج بس لاعب على فابينيو وعلى هندرسون، دلوقتي انت محتاج لاعبين ويمكن كمان
ثلاثة علشان تقدر تواكب وتنافس باقي الموسم واللاعبين اللي يفضلوا معاك، سواء على مستوى اليوروبا ليج او على مستوى البريمير ليج او الاف اي كاب او كاراباو كاب. برضو عندك بطولات كتير السنه الجايه، ولازم ليفربول يرجع بشكل شرس جدا، لان الموسم اللي فات كان موسم كارثي، وليفربول السنه دي بادئ فتره الاعداد بتاعته من بدري شويتين، سافر المانيا من بدري شويتين، بيعمل وديات بيحاول يلعب بطريقه اللعب الجديده بتاعه يورجن كلوب اللي هو بيحاول يطبقها مع ليفربول، بدخول ارنولد لقلب الملعب وسوبوسلاي وماكاليستر اللي لعب الادوار المتقدمه، واللاعب نص الملعب اللي هو فابينيو يبقى موجود، او روميو لافيا اللي هو ليفربول بيفاوضه، نسبه كبيره ليفربول بيفاوض اثنين لاعبين مش اسم كبير، مثلا ليفربول ما راحش يفكر في لاعب نمرة 6 كبير، لا هو فابينيو ماشي وهندرسون ماشي، قال لك تمام انا اروح اجيب روميو لافيا من ساوثهامبتون واروح اجيب جابري فيجا من سيلدا فيجا، بس دول لاعبين ليفربول الاخبار بتقال عليهم. ناس كتير طلعت اشاعات ان بتقول كايسيدو رايح لليفربول، ولكن انا بقول لكم كل دي اشاعات وربط بس لاعبين بانديه، مفيش اي كلام ده. اكيد ليفربول مش هيقدر يدفع 100 مليون او 130 مليون في كايسيدو، قرر دفعهم في بيلينغهام، وبالتالي كايسيدو بعيد جدا عن ليفربول، ولكن القريبين هو روميو لافيا وجابري فيجا وليفربول. انا متوسم خير الموسم الجاي، احنا محتاجين بس مدافع كمان، مدافع مع كوناتي وفان دايك وكده تبقى تعشى نص ملعب، مدافع ميركاتو للتاريخ. ليفربول ممكن يكون منافس شرس على الدوري السنه الجايه مع ارسنال، كل ده اتحدد في بدايه الموسم، ولكن ليفربول بالصفقات بالبديات اللي شفتها بطريقه اللعب بالتطبيق في نص الملعب، كل ده يتاكد مع بدايه الدوري. كان من وجهه نظري ليفربول هيكون منافس قوي على الدوري السنه الجايه. نرجع تاني لندن ونروح للفريق اللي معجب بيه جدا 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 لادارته للصفقات وادارته للتعاقدات وادارته للفريق وكل شيء، هو ارسنال وميكيل ارتيتا. افضل حاجه ارسنال عملها السنه دي وان هو حافظ على جميع النجوم، حافظ على النجوم اللي كانت خلاص عقدها بيخلص جددت لهم، وحافظت على القوام الاساسي، لا ده كمان دعموا الفريق بصفقات مميزه جدا. هو ارسنال بس خرج منه السنه دي تشاكا راح لفركوزن، ولكن عوضه بلاعبين مميزين. اللاعب الاول هو ديكلان رايس. ديكلان رايس ناس كلها بتتكلم من السنوات اللي فاتت بالهم كتير قوي، ازاي ديكلان رايس ده بيلعب وسط هام، لاعب دولي، لاعب يورو، لاعب كاس عالم، لاعب كويس جدا 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 في نص الملعب، على مستوى قطع الكرات، على مستوى الاستخلاص، على مستوى لعب الكوره. هو عنده بعض المشاكل في لعب الكوره تحت الضغط وظهره للملعب، ولكن بالتاكيد مع ارتيتا هيتحسن. ديكلان رايس صفقه مهمه جدا لارسنال السنه دي. الصفقه الثانيه وهي كاي هافرتز. كاي هافرتز كان اختيار من ارتيتا، يعني مثلا ارسنال ارتيتا ما اختارش لاعب مثلا، وارسنال فضل يفوض في الاخر لاعب ما جاش، فراح جابوا كاي هافرتز في اخر الايام، لا هو ارتيتا طالب كاي هافرتز بالاسم. هو كاي هافرتز مش هيلعب مهاجم، ده متاكد منه بالوديات اللي شفتها مع ارسنال، كاي هافرتز مش هيلعب مهاجم، كاي هافرتز هيكون لاعب في نص الملعب معود لجرانيت شاكا، وكمان يلعب دور اوديجارد بتاع السنه اللي فاتت، اوديجارد هو اللي يلعب دور جرانيت شاكا. ده اللي متوقعه، ده اللي انا شايفه، ده اللي شفته في وديتين بتوع ارسنال. كافرتس مش مهاجم، كافرتس هيفيد جدا منظومه ارسنال لو دخل في المنظومه ولعب وادى المطلوب منه. انا متوقع ان هنشوف كافرتس بتاع باير ليفركوزن مش بتاع تشيلسي تماما. الصفقه الثالثه اللي مهدور حقها جدا ومن وجهه نظري هي افضل صفقه لارسنال السنه دي وهي تيمبر. تيمبر بيلعب باك رايت، بيلعب قلب دفاع، ولو عوزته كمان نص ملعب هتلاقيه، ولو عوزته باك ليفت هتلاقيه. عارف كده لاعب عامل زي مين؟ عارف زيتشينكو؟ زيتشينكو السنه اللي فاتت ده بقى النسخه المطوره منه، لاعب بيعرف يلعب الكره تحت الضغط مميز جدا، لاعب الكرات العموديه اللي بيلعبها كسر الخطوط مميز فيها جدا، لاعب يقدر يحمل الكوره ويجري بيها مسافات كبيره ويفضل محافظ عليها كويس جدا، ولاعب قطع للكرات حلو قوي قوي قوي. تيمبر صفقه متكامله من وجهه نظر لارسنال، لاعب لو عوزته في قلب الدفاع لو حد اتصاب هتلاقيه، لاعب لو عوزته يلعب على بين وايت في القلب في الباك رايت هتلاقيه، لو لاعب عوزته في نص الملعب حصل لك نقص في نص الملعب فجاه في الموسم ومحتاج لاعب تلعب بيه نص الملعب هتلاقي برضو تيمبر. تيمبر صفقه مميزه جدا لارسنال. تيمبر السنه اللي فاتت كان هو الخيار الاول لتنهاج، ولكن تيمبر اختار ان هو يقعد سنه اضافيه مع ايك فراح لليساندرو مارتينيز، ولكن تيمبر اختيار مميز جدا من ميكيل ارتيتا، واختيار هيفيده جدا السنه الجايه. المميز بالنسبه لي او اللي انا شايفه مميز او الارسنال السنه دي ان ارسنال راحت جابت كل الخيارات اللي حطها بلان ايه، يعني ارسنال حطك ديكلان رايس، كاي هافرت، تيمبر، الثلاثه كانوا بلان ايه، بلان ايه مش بلان بي. ارسنال السنه دي في الصفقات ما جابش ولا لاعب بلان بي، كلهم بلان ايه، وده المميز في اداره ارسنال وميكيل ارتيتا السنه دي بصراحه من وجهه نظري، ان هم جابوا كل اللعيبه كلاس ايه، كل اللعيبه بلان ايه بالنسبه لهم، ما راحوش لبلان بي او لاعبين نص لب، لا كل اللعيبه اللي محتاجها جابوا ميكيل ارتيتا. فمن وجهه نظري ميكيل ارتيتا اللي احنا شفناه السنه اللي فاتت بينافس على الدوري باول موسم يجيب فيه صفقات مميزه
ويقدر يخلي الفريق واقف على رجله. السنه دي هنشوف ارسنال اكتر شراسه، اقوى شراسه، اقوى كفريق، اقوى كسكواد، اقوى كدب. من وجهه نظري ارسنال هيكون منافس شرس جدا 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 على لقب الدوري. نيجي بقى لليفل الوحش وهو مانشستر سيتي. مانشستر سيتي داخل الميركاتو مستريح خالص وسايب ايده بيب جوارديولا، مقتنع تماما ان فريقه بقى هو الافضل في العالم وفريقه مش محتاج حاجه تاني ولا على مستوى التشكيل الاساسي ولا على مستوى الدكه. فبالتالي جوارديولا اختار ان هو اللاعب اللي هيطلع من عندي هجيب لاعب مكانه وخلاص. جندوجان مرضيش يجدد وراح برشلونه، هغطيه على طول بكوفازيتش من تشيلسي. هتلاقي كايل ووكر بيتكلم مع بايرن وعايز يروح بايرن، هتلاقي على طول حط مكانه بنجامين بافار. لكن اللاعب الوحيد اللي مانشستر سيتي وبيب جوارديولا هيموت عليه هو جوارديول. جوارديول من لايبزيج سيتي هيموت عليه، عايزين جوارديول باي شكل من الاشكال. ولايبزيج متربسه دماغها على 100 مليون، 100 مليون مقفوله. فبالتالي سيتي بيحاول مع جوارديول، مش عايز لاعبين تاني، مش عايز صفقات تانية. حتى لو رياض محرز خرج من عندهم السنه دي مش هيحتاج يجيبوا صفقات تانية لان عندهم برناردو سيلفا وعندهم فودن في نفس المكان. فبالتالي مانشستر سيتي هو مانشستر سيتي هو سيتي. الفريق اللي هيخش الدوري بينافس على الدوري، بينافس على الشامبيونز ليج، بينافس على كل حاجه في الموسم، وعنده دكه وعنده فريقين وعنده ثلاثه وقدر يعمل كل حاجه في الموسم. سيتي صعبه منافسته؟ اه صعبه. سيتي ممكن تنافسه؟ اه ممكن. مستحيل تنافسه؟ لا مش مستحيل، ممكن تنافسه اه، ولكن المنافسه هتكون صعبه جدا 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 على اي فريق ينافس سيتي. كده نقدر نقسم التوب 6 لاربع مستويات. المستوى الاول بكل تاكيد وهو الليفل الوحش مانشستر سيتي، المستوى الثاني ودول اللي هينافسوا بشراسة على اللقب الموسم الجاي وهما ارسنال وليفربول، في المستوى الثالث ومش بعيد عنهم قوي وهو مانشستر يونايتد، ولو دعموا شويه اقدر اقول لك ممكن ينافس على اللقب، وفي الاخر خالص والمستوى الرابع هو توتنهام وتشيلسي. دول التوب 6 ودول الفرق اللي من وجهه نظري قادره على منافسه سيتي السنه الجايه، وممكن تلاقي فريق بره التوب 6 بينافس على الدوري وبيوصل لمراحل كبيره ومراحل متقدمه في التوب 4 ومنافسه على الدوري، زي مثلا نيوكاسل اللي انا توقعت ان هم يخشوا الميركاتو دون يفرتكوا الدنيا، ولكن ما جابوش صفقه كبيره غير صفقه تونالي من اي سي ميلان، ما جابوش حد تاني، ولكن متوقع في الايام اللي جايه يجيبوا صفقات اقوى، وممكن تلاقي موسم مميز جدا ومفاجاه كبيره من نيوكاسل السنة الجاية. بس في الاول وفي الاخر ده رايي انا، راي شخص واحد في المنافسين على الدوري مع سيتي السنة الجاية. قول رايك انت في الكومنتس، من ينافس سيتي السنة الجاية على لقب الدوري؟ ولو عجبتك تنساش تعمل لايك، ولو مره تشوفني اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان حلقات الجايه تجيلك اول ما تنزل على طول، وتابعنا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام، هتلاقي في الديسكربشن تحت، واعمل شير على فيسبوك ريتويت على تويتر. وكمان معاك مصطفى، اشوفك الحلقه الجايه، سلام.